يا ولاد المغفلين انا سايبهم سابوا الحمار ومش ما انا اللي بيع لهم الحمار ده ب10000 جنيه يا ابن المحظوظ ما انت تتباع وتتشري وانا اسرقك خلصانه هنعمل انا وانت حته مصلحه بص هبيعك تاني واسرقك تاني وكده اكيد انت صاحبه وفهمني يعني ده انا عشت معاك كتير قوي his head